الأستاذة منال فرحات منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم. مساء الخير. أهلا مساء النور، زي حضرتك؟ تمام، يا رب تكون حضرتك بخير. وقولي لنا بقى أخباركم إيه بعد الاستماع النهاردة لتفاصيل امتحان شهادة الثانوية العامة من الدكتور دحجازي، وكل التفاصيل إحنا يمكن وضحناها وفصلنا فيها دلوقتي. والله حضرتك، هو أولياء الأمور بصراحة ممتنين جدا لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وخاصة أنه خلينا إحنا كأولياء أمور والطلبة يطلعوا على نموذج الامتحان بتاع الثانوية العامة، ودي إنجاز لم يحدث من قبل. يعني إحنا كان النموذج كان طبعا ما بينزلش وما نعرفش شكل الامتحان عامل إزاي، والولاد كانوا بيدخلوا مش طبعا متوترين وعايزين يعرفوا الامتحان عامل إزاي، وبيدخلوا بيفوجئوا بحاجات. دلوقتي لا، النموذج ده هيبقى متاح للأولاد كلها، هيشوفوه هيتدربوا عليه بوقت كافي. ده يعني احنا دلوقتي الامتحان ان شاء الله ثانوية عامة هيبقى تقريبا في شهر 7، والنموذج نازل دلوقتي يعني اكتر من 7 شهور. يونيو 10 يونيو، يعني فترة كافية، شهور مناسبة تقصد دي؟ يعني فترة طويلة ان يتدرب الطالب عليها ويبقى بيمارسها بشكل سلس، بحيث ان هو لما يدخل الامتحان ما يبقاش في اي حاجة تصدمه او حاجة تكون مش متدرب عليها قبل كده. طب ايه ملاحظاتكم تاني برضو كأولياء امور على النقاط الأساسية اللي وردت النهاردة؟ موضوع كتيب المفاهيم، موضوع الأسئلة المقالية، توزيع النسب في الأسئلة 85 للاختيار من متعدد و 15% للمقالي. وطيب المفاهيم برضو حضرتك، ده حاجة بصراحة مهمة جدا 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 مع الطالب وهو داخل الامتحان، هتسهل عليه ان هو يبقى معاه قدامه كل القواعد وقدامه كل المفاهيم اللازمة للحل اثناء الامتحان. ده طبعا نقطة كويسة جدا وفي صالح الطالب. بالنسبة للأسئلة المقالية، ان هي بتمثل 15%، دي برضو نسبة كويسة جدا للامتحان، وكل الناس مرحبة جدا بالفكرة ديت، وأولياء الأمور ممتنين جدا. وبالنسبة للتصحيح الإلكتروني برضو هو أفضل فعلا من الورقي بكتير، يعني هيتجنب كثير من الأخطاء. بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا منال فرحات منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، شكرا جزيلا ليكي.